اليوم مبارك الى المجموعه كلها. هذا المولود الجديد المنظمه الوطنيه الصحفيين الجزائريين، ونتمنى لهم يلعبوا دور ايجابي جدا في تاطير العمل الاعلامي في الجزائر. وفي نفس الوقت ان شاء الله لازم يهيئوا انفسهم حتى الجزائر تكون ممثله مستقبلا في المنظمات الاعلاميه الدوليه العربيه والاوروبيه وغيرها، يعني تكون ممثله ان شاء الله. تسمية المرحوم عبد القادر حماني على قاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي 5 جويلية محمد بوضياف. وحماني المرحوم حماني هو مؤسس القسم الرياضي في التلفزيون الجزائري منتصف الستينيات، وبطل سابق رياضي سابق، وإن شاء الله مستقبلا سوف تتواصل هذه العملية.